عبر شاشات الكمبيوتر أطلقت جمعية وطنية لتنمية وتطوير دور الأيتام وبالشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة دروسوس وإم بي سي الأمل فعاليات الدورة الثالثة لمسابقة بيت الحلم لاختيار أفضل المؤسسات المتميزة في تطبيق معايير جودة الرعاية البديلة تحت رعاية وحضور وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج. هذا عمل وطني صريح مش عمل مهني فقط، وبنشد على أيديهم في رحلة طويلة من أول إعداد معايير الجودة لرصد المؤسسات للحرص على يعني التوسع للرعاية البديلة أيضا في معايير الرعاية ليس فقط في المؤسسات ولكن في الرعاية البديلة. أم بي سي الأمل، وبقول صباح الأمل، ويبقى الأمل لدينا وينقلب هذا الأمل إلى عمل، والعمل إلى تغيير ملموس في حياة ونماء ويعني الأطفال فاقدي الرعاية. الشركات تقدر إن هي تلعب دور كبير زي مجموعة أم بي سي. الحقيقة إحنا بنحرص جدا على تنمية الشباب في الدول العربية أو في المنطقة العربية، وبيهمنا جدا جدا إن إحنا نقضي على البطالة من طرق وسبل نقدر إن إحنا نعملها. فتأهلكم في مجالات مختلفة، نقدر ان احنا نعمل الكونكشن او يعني نبتدي يبقى عندنا نتورك كبير من الشركات اللي تضم صوتهم لينا، ونقدر ان احنا نبني مؤسسة او نبني بلاتفورم كله منتورشيب وكله تدريب وتأهيل لدخول سوق العمل وتأهيل هؤلاء الشباب بالمهارات المهمة اللي محتاجينها علشان يعيشوا عيشة كريمة ويعيشوا حياة كلها تمكين. من خلال 5 فئات أساسية يتم اختيار المؤسسات ودور الرعاية الفائزة والتي تحصل على جوائز نقدية وبرامج تدريبية متخصصة من شأنها ضمان استمرار هذه المؤسسات في تقديم خدمات الرعاية البديلة لمستحقيها كما يجب. من الحاجات المتميزة اللي احنا لاحظناها السنة دي عند نزولنا في الزيارات الميدانية ان في وعي كبير جدا بتطبيق معايير الجودة. لاحظنا كمان الجو الاسري اللي بيعم كثير من الدور، ففي تواصل فعال ما بين الابناء والاداره ومقدمين الرعايه. كمان الاداره حريصه جدا على تقديم دعم معنوي ونفسي لمقدمين الرعايه اللي عندهم لاستشعارهم باهميه دورهم مع ابنائهم في الرعايه، وكمان قد ايه كل ما يبقوا مستمرين معاهم ومتواجدين معاهم ده بيوفر استقرار نفسي للابناء. على الرغم من الظروف الاستثنائية الحالية وبدلا من إلغاء الحدث، أقيمت فعالية الدورة الثالثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة من أجل التنافس في مجال العمل الخيري ولتوفير حلم البيت الآمن لكل فاقد الرعاية.